10 الظهر من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية حول الأوضاع والمشاريع التنموية في كامل أنحاء البلاد بحضور ممثلي الحكومة. عودة المناوشات في مدينة رمادة بتطاوين بعد فترة هدوء قصيرة، والحكومة تؤكد مضيها في تنفيذ إجراءات لدعم التنمية بالولاية وإيجاد خطوط تمويل إضافية للمشاريع. ثلث العاملين بالقطاع السياحي بوكالات الأسفار أحيلوا على البطالة وفق دراسة الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية ومؤسسة مختصة في تقييم المخاطر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. انطلق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يحضرها عدد من أعضاء الحكومة في مناقشة الأوضاع والمشاريع التنموية بكافة جهات البلاد، بعد الاستماع إلى لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان التي قدمت تقريرها في هذا الخصوص، على أن يقع الاستماع لاحقا وبعد النقاش العام إلى ردود الوزراء في علاقة بهذه الملفات. قياسا إلى المؤشرات التنموية سيما الجهوية منها، يتوضح التفاوت بين الجهات خاصة من حيث المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية والتشغيل، ويتأكد ما تعيشه بعض الجهات من فقر وتهميش يرجعه البعض إلى فشل السياسات التنموية في الحكومات المتعاقبة، رغم ما ينص عليه الدستور من تمييز إيجابي بين الجهات. فوارق خلقت أجواء من الاحتقان وارتفع معها منسوب المطالب بالحق في التنمية والتشغيل. في هذا الإطار تتنزل جلسة الاستماع بالبرلمان إلى عدد من أعضاء الحكومة حول الأوضاع والمشاريع التنموية في كافة جهات البلاد. لجنة التنمية الجهوية المحدثة صلب البرلمان كانت استمعت إلى ممثلين عن دواوين تنمية الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب، وكذلك إلى ممثلين عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية في ولايات الوسط والشمال الشرقيين وولايات تونس الكبرى. ومن بين ما خلصت إليه اللجنة ضعف تثمين ما تسخر به الجهات من إنتاج فلاحي وثروات طبيعية وبيئية ومواد إنشائية ومخزون حضاري وثقافي وإدماجه في الدورة الاقتصادية، ضعف وهشاشة النسيج الاقتصادي وعدم قدرته على استيعاب طلبات الشغل وخاصة من حاملي الشهائد العليا، مما أدى إلى تفاقم نسق البطالة بالجهات، غياب رؤية استراتيجية طويلة المدى في التخطيط، البرمجة المتوخاة في المخططات أغلبها برمجة مركزية. جملة من المداخلات قدمها النواب تطرقت في مجملها إلى هموم ومشاغل الجهات الداخلية ولخصت معاناتها على مدى عقود. زلة تبعين إداري من 2011 وأنا نائبة في البرلمان، وكان عندنا مشكل حقيقي هو فك الارتباط. راهو 600 ألف نسمة في القيروان، لا يمكن يكون ما عندهاش إدارات، وما زال معنا السناد وستيك ولوناس. مدنين نسبة الفقر فيها 21.7، ومؤشر التنمية الجهوية في سنة 2015 كان 0.517، تقهقرت في 2018 أصبح 0.493. معناها شوف، معناها التنمية طايحة. عنوان كبير هو الفصل 12 فيما يتعلق بالتمييز الإيجابي، والله يسامحوني راهو كذبة يا ناس، راهو كذبة. عنا 10 سنين تو ما بعد الثورة، في الخمس سنوات هذه ولاية توزر خسرت 6 مواقع وخرت التالي. اللي ولاو يحمدوا ربي اللي وقت يحلوا سبالة يلقاو الماء، وينزلوا على الفلسة يلقاو الضوء، وبارشة منهم تو ما يلقاوش الضوء. وهذا ما هوش حال بندقية أكهو، هذا حال أغلب ولايات الجمهورية ومنهم أريانا الدائرة اللي أنا نمثلها. يجب على الدولة ألا تتناسى دورها في تحقيق تنمية جهوية عادلة وفي توزيع عادل للثروة بين الجهات، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لنجاح مرحلة ما بعد الثورة والانتقال بتونس إلى بر الأمان. الجلسة العامة خطوة في اتجاه الوقوف على الإخلالات التي تعيشها الجهات، بدءا بالبنية التحتية وصولا إلى الأوضاع الاجتماعية وتفاقم البطالة. وردود الوزراء قد تدفع بالتهدئة، سيما في المناطق التي تشهد احتقانا بسبب ما تشكوه من تهميش وضعف للمنوال التنموي. أكد مراسل الأخبار بتطاوين خميس ببطان عودة المناوشات في مدينة رمادة بتطاوين بعد فترة هدوء قصيرة،
على خلفية مقتل شاب داخل شريط العزل بين تونس وليبيا. من جهة أخرى يواصل بعض الشباب اعتصامهم بمنطقة الكامور للمطالبة بتطبيق الاتفاق الموقع مع الحكومة منذ حوالي 3 سنوات ولم يتم إلى حد الآن تنفيذه بالكامل. وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من تطاوين مراسل الأخبار خميس مبطان. خميس أهلا بك، وما هي آخر تطورات الوضع هناك؟ مساء الخير حنان، نحن الآن متواجدين في منطقة الرمادة في متابعة لتجدد هذه المناوشات ظهر اليوم بين قوات الجيش الوطني ومجموعة من الشباب في هذه المعتمدية بعد ما شهدته يوم أمس وصباح اليوم من هدوء وعودة للحياة الطبيعية. المواطنون هنا تفاجأوا بعودة هذه المناوشات بعد القيام بعمليات نقل تنظيف وغيره من التدخلات لإعادة الحياة إلى طبيعتها. ما لاحظناه إلى حد هذه اللحظة الكثير من الإصابات لدى المواطنين وخاصة في التجمعات السكنية ولدى في المنازل من خلال هذه المناوشات التي جدت كما ذكرنا وسط المدينة ثم تفرعت إلى التجمعات والأحياء السكنية ذات الكثافة السكنية العالية. نعم. ثم إغلاق مجموعة من الطرقات من قبل الشباب حتى لا تتقدم قوات الجيش إلى هذه التجمعات السكنية وتثير الكثير من الخوف لدى أهالي ومتسكني معتمدية ترمادة. نعم، مراسل الأخبار من تطاوين خميس بوبتان كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المعلومات. وقد أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري في تصريح إعلامي صباح اليوم أن الحكومة تشتغل حاليا على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لدعم التنمية في جهة تطاوين، ومن بينها إيجاد خطوط تمويل إضافية للمشاريع التنموية والمشغلة. تطاوين تم الانطلاق بالحل متاع الإشكال هذايا من خلال جلسات اللي صارت منذ أسبوعين في مستوى رئاسة الحكومة، واللي بناء عليها تم الإعلان على إجراء أول يتعلق بالتزام الحكومة بتشغيل 500 يعني عاطل عن العمل في إطار وظائف اللي هي تكون حقيقية وتكون قارة ما هيش قابلة للاندثار. أيضا تعهد الحكومة بأنها تفعل صندوق التنمية في مستوى جهة تطاوين والانطلاق في تمويل المشاريع اللي هي جاهزة واللي هي قابلة للإنجاز. وتم أيضا إحداث لجنة على المستوى الجهوي موجودين فيها كل هياكل التمويل باش نسرعوا في عملية القرار، لأنه لقينا في الوضع السابق كانت القرارات تتخذ على مستوى الجهة ثم يتم إعادة النظر فيها على المستوى المركزي، فكان القرار أنه كل العمليات متاع النظر في المشاريع هذه وقابليتها للتمويل عن طريق صندوق التنمية تتم في مستوى الجهات بحضور كل الأطراف المتدخلة في التمويل حتى نسرعوا في إنجازها. وسيكون قطاع الجبس من بين القطاعات الأولوية اللي باش تكون تحظى بالتمويل عن طريق الصندوق هذايا. أيضا نشتغل على وضع خطوط تمويل إضافية لإحداث مشاريع من خلال الإذن بخط تمويل ب 1.5 مليون دينار عن طريق البنك التونسي للتضامن لفائدة المشاريع الصغرى داخل ولاية تطاوين. على نفس المنهاج هذايا سيتم العمل على حل كل الإشكاليات المتعلقة بالتشغيل والتنمية بالنسبة لباقي الجهات، لأن الحكومة الهدف متاعها أنها تحل المشاكل هذه في كل الجهات بحسب خصوصية كل جهة. وفي آخر تطورات الوضع الوبائي في تونس، أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي اليوم أكد تسجيل حالة إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى حد الآن في ولاية قبلي إلى 113 حالة. وأوضح المصدر ذاته أنه تم نقل هذه الحالة الوافدة من دولة أوروبية منذ عشية أمس إلى مركز الحجر الصحي الجماعي في المنستير. وفي ولاية القصرين كشفت مساء أمس نتائج تحاليل مخبرية ل 25 عينة تخص مهاجرين أجانب قدموا مؤخرا لجهة القصرين خلصة عبر الحدود التونسية الجزائرية، وتم إخضاعهم لتراتيب الحجر الصحي الإجباري كشفت عن إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا. وأكد المدير الجهوي للصحة أنه تم نقل المصابين 4 إلى مركز العسل بولاية المنستير لتلقي العلاج. تداعيات أزمة كورونا على قطاع السياحة بدأت تبرز، ففي دراسة قدمتها الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية بالتعاون مع مؤسسة مختصة في تقييم المخاطر، أكد المختصون أن ثلث العاملين بالقطاع السياحي بوكالة الأصفار أحيلوا على البطالة.
32 من منخرطي الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية منها وكالات أصفار لم تستعد نشاطها بعد الحجر الصحي، ما أحال ثلث العاملين بالقطاع على البطالة، أرقام تضمنتها دراسة التي قدمت خلال ندوة صحفية تبرز تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي. 83% هي معناتها قيمة الخسائر في المعاملات بالنسبة للقطاع السياحي، وفما تقريبا 32% من وكالة الأسفار اللي بطلت معناتها العمال نتاعها اللي معناتها ما فتحتش، وتقريبا 50% من اللي يشتغلوا في القطاع وقفوا ولا تعداوا طون بارسيال. وبحسب الدراسة المنجزة فإن انعكاسات الأزمة على القطاع السياحي ستتواصل بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، مما يجعل المهنيين يطالبون بتسهيلات للحصول على قروض تمكنهم من تجاوز إشكاليات نقص السيولة. فلوس باش ينجموا يردي مالي، يعني هي التريزوري السيولة اللي هي امبورتانت، يعني حاجة مهمة جدا لتطور هذه المؤسسات، واللي اليوم طالبين اللي من الدولة اللي هي الجارانتي، يعني تضمن فيها جروسو مودو عند البنوك باش ينجموا يعاودوا يدخلوا في النشاط ويحافظوا على مواطن الشغل. تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي وفق المهنيين يستدعي إصلاحات هيكلية للقطاع، منها تنوع المنتوج السياحي وترويجه وحوكمة القطاع. وبخصوص المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، أكد وزير المالية محمد نزار عيش في نشرة 8 للأنباء مساء أمس أنه يتم العمل حالياً على معالجة ملفات هذه الشركات والرد عليها. إلى حد اليوم وصلوا لنا تقريباً 12,000 شركة متضررة قامت بالتصريح وطلبت مساعدة، وفما وصلوا لنا تقريباً 33,000 مطلب، وبدينا تقريبا جاوبنا 2500 شركة، وكل أسبوع فما تقريبا 200-300 شركة قاعدين يجاوبوا فيها. ما هي أفاق تفعيل ضمان القروض المزدات للمؤسسات المتضررة من أزمة كورونا بقيمة 1500 مليون دينار، خاصة مع شح في السيولة على مستوى البنوك؟ هو الشح نسبي وتريقلت الأمور، ما فماش شح اليوم، ولكن آلية صحيح هي 1500 مليون دينار قاعدة أكثر من اللازم، معناها باش تحطينا، ولكن انطلق فعليا الإجابات للشركات المتضررة من الأسبوع الماضي، والمؤسسات الأولى تو بدأت تاخذ في القروض نتاعها يعني بالجارانتي نتاع الدولة. تم إطلاق طلب التناظر لمشاريع التكوين المهني في إطار برنامج إرادة. وزير التكوين المهني والتشغيل بيّن بالمناسبة دور المقاربة الجهوية والمحلية التي يرتكز عليها برنامج المبادرة الجهوية في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة إرادة، وأهميتها في تفعيل التشاركية بين القطاع الخاص والعام. سواعد تتمرن وعقول تتكون في إطار دروس نظرية وأخرى تطبيقية تؤمن عبر منظومة التكوين المهني والتشغيل، يسعى أصحابها لبعث مشاريع أو إنجاز مبادرات خاصة قد تعترضها صعوبات عدة تؤجل تنفيذها أو تنهيها قبل بدايتها. عندنا مشاريع دامت والتوى ما تحققش عندها 10 سنوات، الجهات عندها الحلول، لكن كل ما يجينا إطار سام في الدولة نعاودوا له المشاكل هي ويعاود يجي واحد آخر والمشكل هو بيده ما يتحلش. إشكاليات تختلف من جهة إلى أخرى قد تتلاشى تدريجياً مع إعطاء إشارة انطلاق طلب التناظر لمشاريع التكوين المهني في إطار برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة إرادة. 1 مليون يورو لكل ولاية. ضمن المركز التكوين المهني أن كل واحد يقدم مقترح، بعد هذا يقع تصنيف المشاريع، نحاول نستجيب أكثر ما يمكن للمشاريع. مركز التكوين المهني فيه منحة بقرابة 1 مليون دولار، يعني 3 مليار، ستخصص ترصد للمشاريع التي يقدمها مراكز التكوين في إطار تناظر بيناتهم. وزير التكوين المهني والتشغيل قال أيضا إن كل المشاريع المعطلة سيقع تنفيذها في المدة القادمة. العديد من المشاريع تعطلت، فماش تفسيرات إلا حالة من حالات الارتباك العام، فما حالة من تراخي في الإدارة، وقررنا
منذ يعني تم تعيين على وزارة التكوين المهني والتشغيل أن كل المشاريع المعطلة أو الموجودة في الدرج سيتم إطلاق سراحها وسننفذها. يذكر أن برنامج إرادة يشمل 8 ولايات وهي بنزرت وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة ومدنين وقابس وصفاقس، ويهدف إلى دفع الحركة الاقتصادية وتحسين تشغيلية الشباب عبر دعم وتطوير الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاستجابة لحاجيات سوق الشغل الجهوية. لم يثني الإصرار على النجاح لنيل شهادة البكالوريا المترشح فاضل الحمزاوي أصيل ولاية القصرين وهو في عقده الخامس، لم يثنيه من اجتياز الامتحان للمرة العاشرة بالعزيمة ذاتها رغم إعاقته. كاميرا الأخبار رصدت أجواء إجراء اختبار البكالوريا لفاضل الحمزاوي. سأصل حتما إلى المراد وإن كان بعد سنوات طوال، هكذا كان تعليق السيد الفاضل الحمزاوي، رجل تجاوز سن 50 ولكنه ماض لتحقيق أحلامه والحصول على شهادة البكالوريا التي يجتازها للمرة العاشرة على التوالي. مصر على أني نعدي البكالوريا وإن شاء الله يوفقني ربي بالنسبة للمناسبة دي، حب في التعليم وفي نعمل شهادة ونواصل إن شاء الله باش نقرأ في الجامعة، غدو باش نعمل شوية فرنسية، ما بالمناسبة أنا قاعد نعدي في نقرأ في شوية جغرافيا. هذه هي ظروفي في داري الحمد لله، وقاعد واحد يجتهد باش يراجع شوية. كل الحواجز كسر السيد الفاضل ليصل، فلا السن منعه ولا مرضه ولا حاجياته الخصوصية، فمن ضعفه صنع عمق التفكير وقوة الإرادة حبا في طلب العلم والمعرفة. ما شفتش حتى نهار اللي هي حاجز على أني باش نوصل المراد ولا نوصل الهدف، وفعلا أنا هذه حاجة عايشها أني الإعاقة بعمرها ما تحبس الواحد على أنه ينجح في طموح ولا في هدف يحب يوصل ليه. نزيدوه ثلث الوقت على غيره ونوفروا ليه تلميذ كاتب، وفرنا ليه قاعة خاصة به اللي ممكن ما يلقاش حتى عوائق قدامه باش يوصلها، قاعة يعني خصيصا حاولنا باش تكون من الأسهل، وحاولنا باش نرافقوه حتى للقاعة باش ما يتعبش. جيت نعاون في سيد الفاضل باش نكتب له في اختبارات البكالوريا، هذه أول تجربة لي ومتحمسة برشا، وكانت تجربة محلاها للتو. إحساسي بالنسبة للتجربة هذه كان قوي برشا، كأني نال نعدي الباك. شخصية نموذجية وصف السيد الفاضل وحظي بكل التقدير من مرافقيه ومراقبيه خلال اجتياز اختبارات البكالوريا، ومن هو نكتسب الكثير من العبر. تمكنت وحدات الحرس البحري والحماية المدنية طيلة أسبوع من انتشال 6 جثث متعفنة من سواحل الكتف وجدارية بمدنين، يرجح أن تكون ضحايا عمليات هجرة غير شرعية. وفق الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري للجنوب رشيد البوزيدي، وأوضح أن الجثث يتم نقلها إلى قسم الطب الشرعي بجابس للتشريح وتحديد هويتها من خلال أخذ الحمض النووي، ليتم بعد إتمام هذه الإجراءات دفنها. تضمن التقرير 7 لتونس المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عدة مسائل تخص ميادين عامة كالصحة والتعليم والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. استشارة وطنية انتظمت لمناقشة هذا التقرير الذي يصاغ بصفة تشاركية بين الحكومة ومكونات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق المرأة. في إطار صياغة وإيداع التقرير الوطني المتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اجتمعت اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان مع عدد من مكونات المجتمع المدني قصد التشاور والتقييم قبل إصدار التقرير الجديد لتونس الذي لم يصدر منذ سنة 2011. التقرير هذا وفق صياغة الإجراءات المبسطة تلقينا قائمة من المسائل اللي تحب اللجنة
المعنية بسيداو معرفتها، ونحن بصدد إعداد التقرير. ونحن مقاربتنا في اللجنة الوطنية مقاربة تشاركية، نشتغلوا برشا مع مكونات المجتمع المدني اللي هو في حد ذاته قدم تقارير موازية. وسيتضمن تقرير تونس حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عددا من المسائل في علاقة بالتوصيات التي أصدرتها اللجنة التابعة للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان. بالنسبة لقائمة المسائل التي بعثت لتونس تخص أولا وقبل كل شيء بون ميادين العامة كما الصحة والتعليم والعمل، لكن فما أسئلة خاصة مثلا بمشاركة النساء في الحياة السياسية وفي أخذ القرار في تونس. عندنا سؤالات على ما تقوم به الدولة بالنسبة لمقاومة الصورة النمطية للمرأة. ورغم ما أحرزته تونس من مكاسب في الجانب التشريعي والمؤسساتي لفائدة المرأة، إلا أن بعض الإشكاليات ما زالت تحول دون تحقيق التوازن بين القانون والواقع، إشكاليات تسعى وزارة الإشراف إلى تجاوزها. هدف من هذا التقرير في أن نبينوا المكاسب اللي تم تحقيقها على الجانب التشريعي والجانب المؤسساتي، ولكن أيضا فما إشكاليات ما زالت متواصلة نحن نشتغل عليها، لعل من أهمها مشكل العنف اللي مسلط على النساء. ندعم حقوق الفئات الهشة على غرار معينات المنزليات، على غرار وضع منظومة للضمان الاجتماعي لفئات النساء، على غرار أيضا معالجة مشكلة نقل النساء الفلاحات، وأيضا العمل على مش نسرعوا في تركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في الأيام القريبة القادمة. وسيتم إيداع التقرير السابع لتونس المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يوم 27 من شهر جويلية الجاري. تم خلال ندوة صحفية تقديم ملخص النتائج النهائية لدراسة تشخيصية حول عوائق مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في الحوكمة المحلية بعشر بلديات في كل من ولاية تونس الكبرى وجندوبة وقفصة. وتندرج هذه الدراسة في إطار خطة عمل مشروع فاعلات الذي تشرف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على إنجازه بشراكة مع المنظمة الدولية إنسانية وإدماج. رغم إقرار مبدأ التناصف العمودي والأفقي وإفراز نتائج متقاربة بين الجنسين في الانتخابات البلدية الأخيرة، إلا أن هناك تفاوتا كبيرا بينهما في اعتلاء المناصب العليا في المجالس البلدية، ذلك ما بينته النتائج النهائية لدراسة تشخيصية حول عوائق مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في الحوكمة المحلية بعشر بلديات في كل من ولايات تونس الكبرى وجندوبة وقفصة. وبينت الدراسة أيضا بأن مشاركة النساء بصفتهن مواطنات في الجلسات التمهيدية تكاد تكون منعدمة نتيجة عدة عوامل إقصاء وعوامل معناها استبعاد للمرأة من الفضاء العام، نتيجة أولا التزاماتها العائلية، نتيجة المحافظة العائلية، ونتيجة معناها عدم السماح لها من قبل الشريك أو العائلة داخل البلدية. تعطينا اللي فما صعوبة كبيرة لاندماج النساء ودخولهم، لأنه البلديات والعمل البلدي كشأن عام محسوب تاريخيا واجتماعيا على الرجال. مستشارات بلديات تحدثنا على هامش هذه الندوة عن تجربتهن البلدية. الحقوق تفتك ولا تعطى، احنا اذا كان موجودين اليوم كنساء لازمنا نكونوا فاعلات في المجلس البلدي. انا بحكم تجربتي تقريبا لمده سنتين نجم نقول اللي صحيح قدمت اضافه، لكن الاضافه لو حبذا لو كانت تدعم اكثر بدورات للتكوين. ساعات تلقى صعوبات داخل المجلس البلدي والا صعوبات خارج من المجلس البلدي من المواطنين. شوفوا احنا اولويات حاجات من الاولويه للمنطقه نلقاو معناتها تعارض من قبل معناتها المواطنين والا من قبل مجتمع مدني. المراه قراراتها يعتبروها ثانويه. وفيما يتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقه فقد بينت الدراسه غيابهم شبه التام عن الحياه العامه والسياسيه، وذلك رغم تاكيد المشرع التونسي في مجلة الجماعات المحلية على ضرورة إدماجهم في إدارة الشأن المحلي والحوكمة الرشيدة. يلقاو صعوبات كبيرة في الإدماج، يلقاو صعوبة الدخول حتى للفضاءات العامة لحضور الاجتماعات لمشاركة العمليات الانتخابية. وكانت الظروف التي عاشها ذوو الإعاقة خلال جائحة كورونا وفترة الحجر الصحي محور بحث أولي قدمت أيضا نتائجه الأولية، أظهرت أن بعض الأشخاص من هذه الفئة قد عاشوا نوعا من العزلة خلال هذه الفترة، ما كانش يتحصلوا على خدمات المساندة من قبل الأفراد، ما تحصلوش أيضا على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، ما تحصلوش على إعانات المالية بصفة كافية، لأن الإجراءات أولا
كانت موحدة. ووفق البحث فإنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة فإن هذه الفئة تطمح إلى إجراءات أخرى تأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص لذوي الإعاقة سيما في مثل هذه الظروف. إلى أخبارنا العربية والدولية ونبدأها من ليبيا، ففي وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى حل سلمي في ليبيا بعيدا عن الحل العسكري، رفضت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، رفضت اتهامات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لها بعرقلة التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وبالسعي للحل العسكري، مشددة على أن خليفة حفتر لا يسعى إلى السلام ولا إلى الحل السياسي. وأوضحت وزارة خارجية حكومة الوفاق أنها وقعت على المبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في حين رفض حفتر هذه الخطوة، مضيفة أنها وقعت أيضا على مبادرة برلين وساهمت بإيجابية في لقاءات اللجنة العسكرية 5+5، بينما تستمر قوات حفتر في خرق المبادرات وانتهاك دعوات البعثة الأممية للتهدئة. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينية ليلة الماضية برصاص قوات المحتل الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا التطور في وقت طلب فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس حكومة الاحتلال التخلي عن أي خطط لضم أراضي فلسطينية، محذراً من أن ذلك سيضر بالسلام والأمن العالميين. وشدد ماكرون في هذا السياق على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفاً للقانون الدولي وسيقوض إمكانية تحقيق حل على أساس الدولتين. وعن آخر تطورات الأزمة السورية، تحسم الأمم المتحدة اليوم قرارها حول مسودة قرار ألماني بلجيكي ينص على إبقاء المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة إلى سوريا عبر الحدود التركية وإبقائها عاماً آخر. وسيصوت مجلس الأمن اليوم على محاولة أخيرة لتمديد الموافقة على إيصال المساعدات عبر معبرين حدوديين قبل أن تنتهي صلاحية الموافقة السارية اليوم. وكان المجلس المؤلف من 15 دولة عضو قد شهد انقسامات بشأن الأمر بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار. وفي مستجدات الوضع الوبائي في العالم، يحافظ فيروس كورونا على نسقه المتصاعد مخلفا نحو 12 مليون و400 ألف إصابة إلى حد اليوم، وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية متصدرة قائمة الدول التي بها أكثر حالات إصابة بأرقام قياسية. يواصل عدو البشرية حول العالم فيروس كورونا حصد ضحاياه للشهر الثامن على التوالي دون هوادة. عدد حالات الإصابات قرب 12 مليون و400 ألف إصابة إلى حد اليوم، والرقم سيشهد من دون شك صعودا شديدا في ضوء استمرار النسق المرتفع لانتشار الفيروس. الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول التي بها أكثر حالات إصابة بالكوفيد 19 تعيش على ما يبدو صيفا ثقيلا، حيث لم تستطع إلى حد الآن إزاحة شبح الكورونا أو حتى الخروج من دائرة الأرقام القياسية التي تسجلها، إذ تجاوزت الإصابات اليومية 60 ألف لليوم الثاني على التوالي، ولليوم الثالث على التوالي أيضا يقفز عدد الوفيات بها إلى أكثر من 800. وبشكل متسارع يتواصل تفشي فيروس كورونا بالقارة الأمريكية، وبات يطال قادة بعض دولها من بينها بوليفيا التي أعلنت رئيستها إصابتها بالمرض، وكذلك فعل رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا بعد أيام على كشف إصابة الرئيس البرازيلي بالفيروس. وفي ألمانيا أظهرت اليوم بيانات رسمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 395 لتصل إلى ما يزيد عن 198 ألف. وفي شمال إفريقيا اضطرت الجزائر إلى إعادة تجديد القيود على السفر بدءا من اليوم ولمدة أسبوع، ويشمل هذا الإجراء 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، وذلك في محاولة للحد من انتشار الفيروس. كما سمحت الحكومة لجميع المختبرات الحكومية والخاصة بإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس للمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من المصابين والذي فاق 17700 إصابة، فيما بلغت الوفيات 980.
في أخبار الرياضة، تابع أنتر ميلانو نتائجه السيئة عندما اكتفى بالتعادل مع فيرونا بهدفين لهدفين في ختام مباريات الجولة 31 من البطولة الإيطالية لكرة القدم. وسجل أنطونيو كاندريفا وفيدريك دي ماركو خطأ في مرمى فريقه هدفي أنتر ميلانو، فيما حقق لازوفيتش وفيلوسو هدفين لفيرونا. وبتعادله مع فيرونا أصبح أنتر ميلانو في المركز الرابع في الترتيب العام بعد أن كان منافساً لجوفنتوس ولاتزيو على لقب البطولة. وفي البطولة الأمريكية لكرة القدم، قاد كوستافو وفريقه نيو أنجلد إلى تحقيق فوز لافت على مضيفه مونريال بنتيجة هدف دون رد. وسجل جوستافو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56. وبالرياضة نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها: جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية حول الأوضاع والمشاريع التنموية في كامل أنحاء البلاد بحضور ممثلي الحكومة. عودة المناوشات في مدينة رمادة بتطاوين بعد فترة هدوء قصيرة، والحكومة تؤكد مضيها في تنفيذ إجراءات لدعم التنمية بالولاية وإيجاد خطوط تمويل إضافية للمشاريع. ثلث العاملين بالقطاع السياحي بوكالات الأسفار أحيلوا على البطالة وفق دراسة للجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية ومؤسسة مختصة في تقييم المخاطر. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.